سعد لمسكم مشاهدينا ولقائنا كيتجدد في هذا الموعد التراثي الطربي من برنامجكم الحان عشقناها. اليوم وجهتنا المشرق وكيسعدنا ان نترافقنا في هذه الرحله فرقه الموسيقى العربيه بقياده المايسترو صلاح الشرقاوي المرسلي ومعه احدى مواهب هذا الوطن صوت انا اكيده انه غادي يبهركم بالاداء ديالو صوت المطرب المهدي غلام. مشاهدينا نخليكم مع اول اختيار. So
فإني محب كما قد علمت. شكرا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح الشرقاوي والمطرب المتميز مهدي غلام. تبارك الله عليكم، شكرا من أعماق القلب على هذه الهدية الجميلة اللي هديتونا في بداية الحلقة. واحدة من روائع الشيخ أبو العلا محمد، وحقك أنت المنى والطلب، قصيدة الإمام عبد الله الشبراوي شيخ الأزهر اللي توفى سنة 1758. هذه قصيدة بطبيعة الحال أستاذ صلاح من ضمن قصائد أخرى أعادت غناءها كوكب الشرق أم كلثوم بعد ما غناها صاحبها الشيخ أبو العلا محمد عودتها سنة 1926. متفق معاياك؟ كان أعتقد أن القصيدة الوحيدة اللي لحنها لها أبو العلا محمد كانت سنة 1924، وهي الصب
تفضح عيونه لأحمد رامي. شكرا جزيلا لك المهدي. سؤال ديالي غدا نبدا معك انت اليوم. المهدي اختاريتي الصعب كتأدي أمهات القصائد وبالطبقة باش تغنت من صاحبها وهذا شيء صعب جدا. غدا نسول بعدا الأستاذ صلاح أعطينا رأيك في الأداء والاختيارات ديال سي المهدي. سي مهدي غلام شاب من شباب الواعد لكن اختار هذا الطريق وأعتقد أنه طريق صحيح. بكل تواضع سي مهدي غلام كان عنده هو رأيه في الأغنية الشبابية لكن بالنصائح كان يعني فنان مجتهد. سمع لبعض النصائح ودخلناه لهذا الطريق. كنشكرك على هذا المسألة. لا اعتقد ان طريقه غادي تكون صحيحه وغادي يكون عنده ان شاء الله مستقبل ظاهر. وما احوجنا الى هذه القصائد وهذه الاغاني التي تعود لاكثر من 100 سنه لحنا. وكيدنا بعض الاغاني لاكثر من عشرات القرون يعني كشعرا. هي من الخالدات. من الخالدات. أراك عاصية الدمع وهي مكتوبة. اللي غادي نسمعوها. اللي غادي نسمعوها بعد يعني بعد شوية. هذه مكتوبة تكتبات عشرات القرون باش تكتبات. أبو فراس الحمداني. أبو فراس الحمداني. تماما. وكتبت في السجن. لأنه عندما كان مسجون عند الروم. كان أسيرا عند الروم. ومعروف على أبو فراس الحمداني أنه كان فارسا للقبيلة الحمدانية أو الدولة الحمدانية التي كانت تعيش آنذاك في القرن العاشر الميلادي بشمال الشام وكانت عاصمتها حلب وكان هو القائد الأعلى يعني للفرسان نتاعو وسجن اكثر من 3 مرات واخر سجن له سجن يعني طويلا اكثر من 6 سنوات على ما اعتقد وكتب مجموعه من القصائد من كتبها في السجن من بينها اراك عاصي الدمع شيمتك الصبر يتكلم مع نفسه يحاور حبيبته يحاور أبنائه يعني له يعني بالمفهوم مصطلح الدارجي تنقولوا توحش الوكر دياله وكيف لا يعني لا يعود الوكر أو الطير إلى وكره. شو اختينا نسمعوا القطعة غادي نسمعوا لاحقا في الحلقة. هذه نرجعوا للشهادة ديال الأستاذ صلاح الشرقاوي هي شهادة كبيرة وهي مسؤولية لأن أستاذ بهذه القيمة ما يمكنش يجامل. سؤالي لك مهدي كيفاش كتعمل توازن بين الإخلاص للطرب وأنت كذلك خصك تبقى ولد عصرك ويكون عندك إنتاجات خاصة؟ اولا اختي ثناء كنشكرك بزاف على هذه الاستضافه هذه الجميله. شكرا لك بزاف. كنبغي نشكر الاستاذ ديالي والاب الروحي والموسيقي يعني ديالي اللي كنبغي نشكره بزاف لانه فعلا انا مني كنت صغير وانا كنسمع الطرب وانا كيعجبني الطرب ولكن بقى عمرني ما كنت غنتعرف على الطرب اللي عرفني عليه استاذ صلاح. يعني داكشي اللي حنا في 2022 هادشي اللي كندوي عليه تلحن وتغنى في 1926 1920 كاين قصائد ديال 1916 كنغنيهم يعني اللي اكثر من 100 عام فامبوسيبل كنت غادي نطيح عليهم واحد النهار ونشوفهم هذا. فهذه شي حاجه اللي هي كبيره بزاف وواحد الشرف اللي كبير لي وكيف ما قلتي واحد المسؤوليه اللي هي كبيره اللي وكلها لي الاستاذ صلاح وكنتمنى من الله اني نكون عند حسن الظن ديالو. فبالنسبه كيفاش كنغني طرب وفي نفس الوقت انا شاب يعني انا عندي 25 عام اش غادي نقول لك. انا الحاجه اللي كتهمني بزاف هي اني نجمع بين الاصاله والمعاصره. يعني انا في نفس الوقت مغني وفي نفس الوقت ملحن كنت لحنت بزاف ديال الاغاني وكنت شاركت خرجت بزاف ديال الاغاني ديالي اللي كانوا خرجوا في واحد الفيلم مؤخرا مع الفيلم ديال الاخوان تماما. دونك يعني انا شاب وما نسيتش اني شاب وغير هو كيبقى في الانتقاء ديال الاغاني اللي ممكن نتغناو. فدائما كنحاول نغنيو شي حاجه اللي هي شبابيه ولكن في نفس الوقت نحافظوا دائما على الاصاله والطربيه. كنتمنوا لك حد موفق مهدي تبارك الله عليك ونبقاو في المشرق وفي مصر المحروسه تحديدا وناخذوا نموذج تلحيني اخر، نموذج تبناه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ بصوت الفنان المبدع يوسف جريفي.
صافيني مرة وكفيني مرة، صافيني مرة وكفيني مرة، ولا تنسنيش كده بالمرة، صافيني مرة وكفيني مرة. Thank you.
لما تكون ناوي تكفيني قولي وإن كان عليك اللوم برضا يا روح على عيني وأنا بخطري أكون مظلوم وإن عاتبتك يبقى انساني وإن جاوبتك يبقى هواي بس افتكرني ولو بنظرة بس افتكرني صافيني مرة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ إبداع سنة 1952 من كلمات سمير محجوب وألحان محمد الموجي بصوت المبدع يوسف جريفي رفقة فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو المتألق سي صلاح الشرقاوي المرسلي. وهذه فرصة أنني نشكر الفرقة الموسيقية على هذا العزف الجميل وكل عازفين المغاربة المبدعين على إتقانهم كل الألوان الموسيقية. تبارك الله عليك سي يوسف، مرحبا بك. ما شاء الله عليك، انت يوسف مخلص للمدرسة الحليمية، شنو سر هذا التعلق؟ اولا اشكرك ليلى سناء على الاستضافة الطيبة والجميلة في البرنامج الراقي ديالك، الحن عشقناها وشرف لي ان يكون حاضر معنا الموسيقى والمايسترو ديالنا سي صلاح الشرقاوي اللي كنتشرف دائما بالعمل معه. عبد الحليم يعني تربيت عليه منذ الصغر يعني اول قطعه سمعتها لي فلقيت راسي. شنو هي اول قطعه سمعتي ليها؟ سمعت اول قطعه زي الهواء، فحسيت بواحد الاحساس يعني غير عادي. من بعد وليت كنكتشف هذا الصوت هذا يعني قاسني. فهذيك هي البدايه، بديت كنسمع لي الاغاني ديالو، كنبحث ونقلب على الاغاني والحمد لله وبقات. تبارك الله عليك سويف، وفعلا متعتينا بهذه القطعة الجميلة. سي صلاح صافيني مرة هي عندها حكاية غريبة، هي لحنها الموجي سنة 1949 لفنانة مغمورة كانت اعتزلت الفن، من بعد عرضها على العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سنة 1952. في المرة الأولى اللي أداها عبد الحليم حافظ في الإسكندرية لقت واحد الرفض من قبل الجمهور لأن ما عجبتهمش. سنة من بعد غناها في عيد الثورة وكان قدموا في ديك السهرة للفنان الراحل يوسف وهبي، وذاك النهار لقت واحد النجاح صاحب كان هو السبب في شهرة الموجي في التلحين وعبد الحليم حافظ في الغناء. شو يمكن لك تقول لنا على هاد الموقف إذا قدرنا نقوله؟ لا يعني هذه الأغنية يعني فيها تجديد، لأن من بعد ما غنوا المشايخ وما غنوا كبار المطربين يعني القصائد دخلت الزجل المصري أو اللهجة المصرية بألحان جديدة كيف ما يسميونها ألحان شبابية. فالأذن المصرية آنذاك أو الأذن العربية ما تقبلتش بهذه الإيقاعات وبهذا الأسميتو، لكن لما يعني عادها في بعد سنة أو سنة ونصف لقات واحد الإقبال، يعني بدأت تدريجيا أنها توصل لأذان الأسميتو. هو ما نسمعه في هذه السهرة بالضبط هو فيها انتقال من غناء المشايخ اللي غنى لنا الشيخ مهدي غلام، انا اعطيه اسم شيخ لان تبارك الله عليه صوت انتينوغ وبطريقه ديال المشايخ، وانتقال الى الموسيقى، تطور الموسيقى العصريه بتوزيعات علميه وبعازفين مهاره يعني دارسين الآلات الكلاسيكية.
هذه أغنية مثلا نسمعوا بلاش عتاب، أغنية ديال كمال الطويل في 67 بتوزيعات من طبيعة الحال. فهذا هو علاش. وبالمناسبة بغيت نشكر سي جريفي لأنه تهو اللي خدا واحد يعني واحد الطريق اللي ان شاء الله غدا تزيد توصلوا اكثر ان شاء الله. راه واصلوا هذا شيء اكيد. نذكروا صلاح ان صافيني مره تعودت تغنت فيلم لحن الوفاء سنه 1955. سي يوسف، الا كانت العبره من حكايه صافيني مره هي الالحاح والاصرار، انت منتمي للزمن الجميل طبعا في الاختيارات، اما راك انت اليوم معنا شاب تبارك الله عليك، واش ما كتشوفش ان اصحاب هذا التوجه هذا كيؤديو واحد الضريبه على هذا الاختيار؟ متفق معك، لان كتلقى عراقيل في المسيره الفنيه ديالك، لان دابا هي الفن تبدل ولا بواحد الشكل جديد، يعني دابا ولات واحد الموجه غنائيه شبابيه والحمد لله حنا باقيين شباب. فكيولي مفروض عليك باش دير يعني باش يعني تكون ناجح في المسار ديالك خصك دير هذه الاعمال الشبابيه. ولكن بالنسبه لي انا صعيب علي الحال، لان تربينا في هذا وما تحرمناش من الصوت ديالك، وهذا الاختيار هذا جميل بزاف بزاف. سي يوسف، غادي نسافروا في الزمن الجميل ونرجعوا لخوالد ام كلثوم، وهذه المره مع قصيده لابي فراس الحمداني، اراك عصي الدمع، بصوت الفنان المتالق المهدي غلام، رفقه فرقه الموسيقى العربيه بقياده المايسترو صلاح الشرقاوي.
جوانحي إذا هي أنكتها الصبابة والفكر معللتي عصي الدمع شيمتك الصبر وأمال الهوى نهي عليك ولا أمر. من أجمل من ضم أبو فراس الحمداني فترة أسر عند الروم، وهي من الألحان طروبة لعبد الحمولي واللي أدتها كذلك أم كلثوم. استمتعنا بها بصوت الفنان المتألق ما شاء الله عليك مهدي غلام، رفقة الفرقة المغربية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح الشرقاوي. الله يعطيكم الصحة تبارك الله عليكم. سي صلاح، هذه القصيدة غنتها أم كلثوم بثلاث ألحان، اللحن الأصلي ديالها لعبد الحمولي اللي عطاه التلميذ ديالو الشيخ ابو العلا محمد، وبلحن زكريا احمد، وبلحن ثالث لرياض صنباطي. شو يمكن لك تقول لنا على هاد المساله؟ لا، هما كاينين اللحنان اللي موجودين في اللي هو رياض صنباطي في 1966، والاولى اللي سمعته اليوم تلحنات 1892، لان صاحب القصيده الملحن عبد الحمولي توفي 1901. فهذه القصيدة لها 10 قرون كتابة، وعندها 120 سنة أو أكثر لحنا. فيعني إحنا سعداء أننا تنسمعوا شي حاجة ما يعني ما قبل عطيتونا تحف اليوم فعلا بغينا نبين القصيدة، لأن أصلا الغناء بداية الغناء كان اللحن عند المشايخ اللي خرجوا من مدرسة القرآن الكريم. نعم. بدأوا يلحنوا بالطريقة يلحنوا بالحرف. مالي فوتين أراك بالحرف. حتى الموسيقار محمد عبد الوهاب تأثر بالمشايخ، يا جارة نعم. كل شيء كانوا بالحرف. بعدها أصبحت الكلمة وأصبحت الجملة مسافرون زاده الخيال، وأصبحوا الكلمات لزيد. لأن هناك عصرنا بعد المشايخ، لكن المدرسة دي المشايخ كانوا إلا القصائد، يعني لغة القرآن.
بعدها أصبح الزجل الغذائي. وهذه قصيدة جميلة وهي في صياغ بثلاثة. كانت الشخصية ديال كوكب الشرق أم كلثوم حاضرة. غدا نسألك مهدي على واحد تجربة جميلة درتيها مؤخرا في مسيرتك الفنية، هي غنائك في فيلم الإخوان. شنو يمكن لك تقول لنا على هذه الفكرة هذه؟ اولا غنبغي نشكر بزاف بزاف اللي كان ليه الفضل اني نكون واحد من المشاركين في هذا الفيلم اللي هو طاليس، الفنان عبد العلي مهر. فكنبغي نوجه ليه واحد التحيه كبيره لانه تقفيه وعطاني الفرصه. نهار كان جا عندي قال لي بغيت نسمع صوتك في الفيلم، فمن عرف اني كنلحن وكنغني في نفس الوقت قال لي انت شوف انا غنعطيك الفيلم ديالي، حاجه شي 14 عام وكيوجد فيه، قال لي غنعطيك الفيلم ديالي شدو دير عليه داكشي اللي بان لك وعطيه ليا. فمني عطيتو دوك الاقتراحات الحمد لله، اللي الحمد لله الناس كاملين عجبوهم، تخلط لهم البكاء مع الضحك مع هذا، فالحمد لله هذه كانت خطوه اللي هي كبيره بزاف بالنسبه ليا كما قلتي في الجانب الشبابي. كنظن انها فكره ذكيه، يحافظ الفنان على خط ديالو اللي هو خط الاصاله، وفي نفس الوقت يبقى يعيش وقته. تبارك الله عليك مهدي، حظ موفق. غادي نستمتعوا اللحظه بواحده من اروع اغاني العندليب الأسمر، جبار، بصوت الفنان المتألق يوسف الجريفي. اللي
بالشكل ده وانا كنت اصدق قبل النهارده ان الحلال يقدر يكون بالشكل ده وما كنتش اعرف قبل النهارده ان العيون دي تعرف تخون بالشكل ده كنت اصدق قبل النهارده ان الحلال يقدر يكون بالشكل ده جبار جبار قبل النهارده ان الحنان
الوردة من العودي عرفت خود بالشكل ده ولكنت سكت قبل النهاردة إن الحلال يقدر يكون بالشكل ده جبار 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 جبار. جبار من الفيلم الشهير معبودة الجماهير من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجي بصوت الفنان يوسف الجريفي. هذا الصوت الجبار تبارك الله عليك، رفقة فرقة الموسيقى الفرقة المغربية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح الشرقاوي تبارك الله عليكم. أداء مثل هذا التحف يوسف كيتطلب مواصفات خاصة، شو يمكن لك تقول لنا على هذه المواصفات؟ عدا الصوت الجميل طبعا. اول حاجه كثرت الاستماع لهذه الانواع الاغاني باش الفنان كيتشبع منهم اكثر، وكثرت التمارين. كثرت التمارين، وبالنسبه لي انا يعني التمرين تمرين هذه الاغاني بمصاحبه يعني العود. يعني كتصاحب في التمرين ضروري يكون العود حاضر. فاش كنكون مثلا بوحدي فاش كن يعني كنتمرن انا يعني راسي كنستعمل العود. باش كتلقى واحد باش تبقى منضبط مع النغم مع النغم. نعم مع النغم مع النغم، والاحتكاك مع فنانين ثاني كبار تبارك الله، والاشتغال مع فنانين كبار مثال السي صلاح الشرقاوي. السي صلاح وفرقه موسيقيه متميزه ومتمكنه رائعه، نتمنى التوفيق ان شاء الله. تبارك الله عليك سي يوسف. سي صلاح، هذه الاغنيه كانت طلب المنتج الفيلم حلمي رفلة يوم جا الكاتب والملحين يتخلصوا كيف كنقولوا في المستحقات ديالهم، كنطلب منهم يزيدوها باش تأتت مشاهد الفيلم، خصوصا تصاحب ذاك فترة انتقال ديال عبد الحليم حافظ ولا الشخصية اللي كان كيمثلها في الفيلم والمرور ديالو لعالم الشهرة والمجد. ملي خبر المنتج الأطراف المعنية تقلقوا ومشاو وفي الظرف قياسي وجدوا هاد التحفه الفنيه، علاش غير باش ياخذوا المستحقات ديالهم ومع ذلك ابدعوا هدونا هاد القطعه الجميله. السؤال ديالي ليك استاذ، العمل تحت الضغط في الفن شنو يمكن لك تقول لنا عليه؟ هو الفنان عندما يعاني او يكون عليه ضغط يبدع اكثر. تماما متفق معك، مع انه لان كيكون نوع من التحدي. الناس العاديين اللي ما بعاد على الميدان يعني واخدين فكرة على الفن أنه الناس المحترفين بحال الأساتذة اللي شفتوا معنا في الفرقة أنهم يعني هم مرتاحين ديما فرحانين وديما فرحانين وديما سعداء، حيت بالعكس هما في معاناة وفي عندهم يعني عليهم في الاستوديو انه راه كاين تعب وكاين ضغط وكاين هما دائما في يعني كيف الجنود هما صناع الفرجة، ولكن صناع الفرجة ما اروع في هاد الفنانين وخاصة في عالم الموسيقى عندنا هو عندما يعني يخرج الموسيقي او الاستاذ يخرج ما عند جعبته من 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 احساس ومن معاناه عبر آلته. كنقول انا دائما كنقول دائما ان الفنان هو نتاج معاناه، كينتج من معاناه وكيعطي الفرجه للناس وكيساعد الناس، ولكن ماشي ضروري يكون هو سعيد. الناس ما كيعرفوش بان كتخدم في اي ظرف واخا تكون انت حزين ولا كتمر بظروف صعيبه، ولكن الاهم هو انك تسعد الجمهور. وشفنا هذا العمل هذا اللي خرج وعطى اليوم عايش معنا لحد الان هذا الاغنيه الجميله ديال جبار، عطاك الله الصحه تبارك الله عليكم. وغادي نواصلوا المتع وهذه المره مع مالي فوتينتو بصوت مهدي غلام.
لو لم أخف أحرر
فكني بي صحر الأنام بفعلها عطفاك. مالي فتنت بلحظك الفتاك وسلوت كل مليحة إلاك، من نظم علي الجارم وألحان أحمد صبر النجريدي. هي لحن كيرجع لسنة 1926 بصوت المتميز مهدي غلام رفقة الفرقة المغربية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح الشرقاوي. مشاهدينا، الأوقات الجميلة دائما كتمر بسرعة. غدا نخليكم وغدا نختموا الحلقة ديالنا ببلاش عتاب لمرسي جميل عزيز في الكلمة، ولكمال الطويل في اللحن هو عمل رومانسي جميل غدا نسمعوه بصوت المطرب المتألق يوسف جريفي. مشاهدينا، غادي نودعكم وفي ألحان عشقناها مجددا غادي نلقاكم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي، ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي. بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي، ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي. طفيت كل الشموم وقلبي ارتاح ونام، ارتاح من الدموع والحب والآلام. بلاش بلاش العتاب، القلب لاصق والجرح القاسط، ما صدقت النطاق يا حبيبي يا حبيبي. ياما ياما قلبي
العذاب بالحب ياما ياما خبيت الألام ياما شفت النور ظلام ياما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة وياما قلبي داب بالعذاب بالحب ياما ياما خبيت الألام ياما شفت النور ظلام ياما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة بلاش العتاب بلاش عتاب بلاش يا حبيبي يا حبيبي اديتك احلى ما في الدنيا اديتك حبي وامنتك على راحه بالي راحه بالي وعلى فرحه قلبي اديتك احلى ما في الدنيا اديتك حبي على راحة بالي راحة بالي وعلى فرحة قلبي وفي حضن الشوق والحنية غمضت عيني شوية وفي ظل أمان الحلوة والدنيا ملك إيديا وفي حضن الشوق غمضت عيني شوية وفضل أماني الحلوة والدنيا ملك إيديا بصيت ولقيتك مش جنبي ولقيتني أنا لوحدي أنا لوحدي أنا وقلبي وقلبي مش ببكي عليك مش ببكي عليك ده انا ببكي عليا يا حبيبي ياما ياما قلبي داب بالعذاب بالحب ياما ياما خبيت الألم ياما شفت النور ظلام ياما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة وياما قلبي داب بالعذاب بالحب ياما ياما خبيت الألم ياما شفت النور ظلام ياما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة بلاش العتاب بلاش عتاب بلاش يا حبيبي يا حبيبي Thank you.
بلاش عتاب لو كنت حبيبي من العذاب انا خدت نصيبي خدت نصيبي بلاش عتاب لو كنت حبيبي من العذاب انا خدت نصيبي خدت نصيبي ما تكلمنيش عالحب ما تفكرنيش بالحب لا حياتي هي حياتي ولا قلبي اصبح قلب ما تكلمنيش عالحب ما تفكرنيش بالحب لا حياتي هي حياتي ولا قلبي اصبح قلب حبيت الحب عشانك وكرهت الحب عشانك حبيت الحب عشانك وكرهت الحب عشانك ابدا مش هقدر اسامحك ابعد خليك بمكانك ابدا مش هقدر اسامحك ابعد خليك بمكانك انا بترجاك استنى هناك استنى بعيد علشان انسى ياما قلبي داب بالعذاب بالحب ياما ياما خبيت الألم ياما شفت النور ظلام ياما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة وياما قلبي داب بالعذاب بالحب ياما ياما خبيت الألم ياما شفت النور ظلام ياما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة بلاش العتاب بلاش عتاب بلاش يا حبيبي يا حبيبي